الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد عباد الله ان من صفات الضعفاء ربما هذه الخطبه تكون خارجه عن المالوف قريبا واليوم اخترت ان اتكلم على صفات الضعفاء أول صفة من صفات الضعفاء أن تراه حزينا كئيبا والحزن في القرآن لم يأتي إلا منهيا عنه يقول الله عز وجل لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الحزن في القرآن لم يأتي إلا منهي عنه حتى في الدين الإنسان مثلا لما يدخل إلى المسجد يعني إنسان معتاد على الصلاة في المسجد صلوات الخمس ما شاء الله ومرة من مرات كان متأخرا مثلا وأتى ودخل المسجد ووجدهم قد صلوا الظهر والعصر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن له نفس الأجر المصلين في المسجد في معنى الحديث لماذا حتى لا تحزن على لماذا الله سبحانه وتعالى يجازي المؤمن على نيته أكثر مما يجازيه على عمله حتى وإن فاته شيء لا يحزن لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الحزن والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحزن وابن القيم رحمه الله قال بأن الحزن من مهدمات النفس والجسم لا ينبغي الإنسان أن يحزن حتى على عمل الآخرة إن لم يكن مفرطا طبعا فما بالك بالذي يحزن على الدنيا طيب إذا ممكن يحزن قليلا ولكن لابد أن لا يستمر في حزنه فالشريعة أتت لحفظ النفس والدين والمال وما إلى ذلك وإننا لنرى بعض المسلمين محزونون وخاصة الإنسان لما يأتي إلى بلد ما بقصد التجارة وبقصد التربح وما إلى ذلك فعندما لا يحصل شيئا يقول لك يحزن ويقول لك النصيب وأنا أعرف نحن نقول بالعامية الزهر أنا أعرف زهري ونعرف نصيبي في الإسلام ليس عندنا شيء يسمى نصيب والحظ هذه كلمة نقولها استئناسا ولكن كل شيء بقدر كل شيء
بقدر الله. لا يوجد شيء اسمه نصيبي ليس أو حظي سيء. ليس هناك حظ سيء. الناجحون في الحياة لا يتحججون بالأعذار والحظ. المؤمن عليه أن يعمل عمل الجد ولا يقول الحظ والناس فعلوا وفلان فعل فعل لكذا بسببه وبسبب ذلك. الناجح لا يتحجج بالأعذار، لا يتحجج بالحظ والنصيب. الناجح يعمل بجد، الناجح يعمل بجد ويتعب حتى يحصل على ما يريد، وإن أتاه ما يريد فالحمد لله، وإن لم يأتيه ما يريد الحمد لله مرتان. لماذا؟ لأن ربما الله سبحانه وتعالى صرف عنه شيئا سيئا، وثانيا الحمد لله على صبره. فلا يوجد شيء يسمى الحظ. الله سبحانه وتعالى ذكر الحظ في القرآن وقال لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا تعتقد أن الحظ أن الملائكة يوم القيامة يعني يأتي الملك ويفعل هكذا ويأخذ واحد ويضعه في الجنة يقول هذا حظ. لا، الحظ هنا لابد أن تعمل بجد، هذا هو الحظ. ثم بعد ذلك الحظ يأتيك اتباعا. فكثير من الناس يقول لك الحظ وحظي ليس جيد وما إلى ذلك، وهذه من أقوال الفاشلين، يتحججون بالأعذار ويتحججون بالحظ ويتحججون بالناس ويتحجج بأن صاحب العمل فعل كذا والآخر فعل كذا وما إلى ذلك. قلوا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة على عباده الذين اصطفى. عباد الله المؤمنين، إن من صفات الضعفاء كذلك أن الإنسان يتحصر ويتذمر. دخل رجل على النبي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة المسجد فوجد رجلا في غير وقت الصلاة، رجلا جالسا في غير وقت الصلاة، فمن حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن سأله ما بك؟ ماذا هناك؟ وهذه كثير من الأخلاق التي ضاعت في بعض المسلمين. عندما ترى أخاك المسلم وجهه متغير عليك أن تسأله، عليك. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر. ما معنى ذلك؟ معنى أنك مصاب في يدك اليسرى، الجسم يقول لها ارتاحي ايتها اليد، لا تعمل شيئا، اليد اليمنى هي التي تعمل كل شيء، ارتاحي. القلب مهموم، كيف حتى تشفى هذه اليد؟ العقل يفكر ماذا نفعل، الرجلان تمشيان الى الدكتور الى الطبيب. هذا هو معنى مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. في كثير من الاحيان رجل يصلي معك في المسجد لا تعلم عنه شيئا. يحدثني احد الاخوه قال مرة كنت أشتغل في شركة أو في مكتب وما إلى ذلك، وقال لي بأن رجله كانت مريضة، يعني كان عنده قصر في رجله، وقال أنا أعيش في الغربة وتعرف أحوال الغربة، يعني ليس عندك أهل هنا، يعني حتى لو مثلا لو تخرج من 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 بيتك يعني لا تجد مكانا تأوي إليه، تدفع الإيجار وتخرج، تدفع الماء وتخرج، كهرباء وما إلى ذلك. فقال كان لزاما علي أن أعمل، ليس لي عندي خيار ثاني. وفي المكتب معي شخص ممكن له أن يعمل عملي وهو مسلم، قال مسلم، قال أنا لا أستطيع أن أقف على رجلي، وهذا العمل يتطلب مني أن أقف على رجلي. فقال الشخص الذي معي، قلت له يعني الطبيب قال لك أن تبقى في البيت 3 أو 4 أشهر لا تعمل، قال ولكن لم أستطع أن أفعل ذلك. قلت ماذا عن الرجل الذي الشخص الذي بجنبه، وماذا عن المدير؟ قال لي ما قال لك المدير يهتم لك؟ المدير لا يهتم لأي شيء، صاحب العمل لا يهتم لأي شيء، صاحب العمل المهم أن تدخل له الفلوس، لا يهتم بك ميت أم حي، مريض لست مريض، رجلك مكسورة رأسك مكسور، لا يهم، ما يهمه أن تدخل له المال. صاحب العمل المسلم كثير منهم في هذا البلد أو ليس في هذا البلد، في العالم كثير من المسلمين لا يهتمون. والله رأيت بعيني أحد الإخوان كان يمشي يعني يعمل في أحد المحلات، وكان يمشي بالعرج يعرج في مشيته. قلت له ما بك؟ قال والله مريض.
قلت صاحب العمل، قال لي صاحب العمل حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اتقوا الله في عمالكم. فقلت له هذا الشخص الذي يعمل معك يعني على الأقل يعني يأخذ يعني مثلا يعمل عملا حتى تشفى وبعدين ترجع ونتقاسم مثل الأموال، مفيش مشكلة. قال لي لا، لا يريد هذا الشخص، لا يريد، لعن الله هذه الدنيا التي تفرق بين الناس. أين المبادئ؟ أين الأخلاق؟ أين المشكل لو عملت يعني عمل وحتى يرجع؟ ربما قد يحدث لك نفس الشيء، قد تمرض وتحتاج من يقف بجنبك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم خلقنا بأخلاق الإسلام، اللهم جملنا بأخلاق الإسلام يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقوموا إلى صلاتكم، وارحمني وإياكم اللهم.